الفقرة الجاية دي في ذكرى فنان عظيم كلنا بنحبه كلنا بنعشقه لأنه خلاه قريب قوي مننا. الراجل ده توفى يوم 20 أكتوبر سنة 66 زي الأيام دي يعني. هو اتولد يوم 15 أغسطس سنة 1918. المعلومة الغريبة إن ترتيبه بين إخواته 21، هو كان ليه 25 أخ وأخت، أشهرهم الفنانة الكبيرة هدى سلطان، الفنان الكبير محمد فوزي. في ذكراه صديقي الفنان الكبير عماد الشراعي هيعزف لنا تعب الهوى قلبي. Thank you.
يا عماد استنى.